بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل التعذيب. واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام حول فقه سيرة مولانا الإمام المعظم الحجة المنتظر أرواحنا فداه، والسؤال اليوم يدور حول ملامح شخصيته المباركة، وهو سؤال جدير بالبحث عن يدور حول الصفات البدنية لمولانا الإمام المعظم الحجة المنتظر، و نبرز خلاله الإشكالات المتوجهة على بعض الصفات المعيبة التي يلصقها بعض الرواة على شخصية الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه. يعني بحدود الاطلاع لم يشكل أحد من الذين كتبوا تفسير المهدوية على هذه الإشكالات التي سوف أسيرها على بعض الألقاب التي نسبوها إلى الإمام الحجة المنتظر، كما أشكلنا على بعض الألقاب السابقة وأخذها الرواة والمحدثون والكتاب المحدثون، أخذوا بها أخذ المسلمات ولم ينكر أحد منهم. والسبب يرجع إلى، أقولها بصراحة، قلة التحصيل العقدي، قلة الإلمام عند أكابر حتى بعض العلماء المحدثين في المسائل العقدية، يعني العقائدية، هي أدت على أنه يأخذون هذه الألقاب أو هذه الصفات التي ألصقوها بالإمام المعظم صلوات، كما ألصقوا القدامى والجدد بعض الصفات في أمير المؤمنين سيد الكونين إمام الموحدين وإمام المتقين مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. تشاهد على ذلك أبرزاني على بشكل سريع، مسألة الأنزع البطين، حيث نسبوا إلى أمير المؤمنين أنه كان أنزعا فطينا، يعني كان حاسر الشعر، يعني أصلعا، وكان بطينا يعني بدينا، مع أن روايات واضحة وصريحة غفلوا عنها أو تغافلوا عنها تدل على أن الأنزع البطين معنى مجازيا، يعني أنزعا من الشرك بطين بالإيمان. تغافلوا عن هذه المعاني وعن هذه الأخبار، وثم أخذوا بالمعنى المتشابه في مقابل الأخبار، وقالوا بأن أنزعا يعني بمعنى أنه أصلع، وبطينا بمعنى أنه كان بدينا، يعني كان منفوخ البطن. وهكذا كما سوف ترون في مسألة الإمام الحجة القائم صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عنهم، حيث ألصقوا بشخصه الكريم بعض الصفات البدنية التي لا يجوز عقلا ونقلا إلصاقها بالإمام المعظم أرواحنا فداه، لأنها مخالفة للأدلة القطعية عندنا نحن الشيعة الإمامية. سوف ترون ما هي هذه الأدلة القطعية التي تغافل عنها يعني أكابر علماء الشيعة للأسف، أكابر، ما أريد أن أذكر أسماء الأخيار. إذن السؤال الذي يدور حول البحث اليوم هي: ما هي الصفات البدنية لمولانا الإمام المعظم الحجة من آل محمد، وملامح شخصيته الكريمة، وما هي أبرز الإشكالات؟ حتى ما حدا أشكل، قلت لكم أنا أشكل على هذه، ما حدا، كل ماشي باصم بالعشرين يعني مش بالعشر. وما هي أبرز الإشكالات المتوجهة على بعض الصفات الباطلة التي ألصقها بعض الرواة على شخصية الإمام الحجة أرواحنا فداه؟ الجواب: إن الصفات البدنية
الدالة على ملامح الشخصية الشريفة الموجودة في الأخبار من قبل الطرفين عامة وخاصة لا تعكس بشكل دقيق عن هيكله المقدس الذي فاق بجماله هيكل نبي الله يوسف عليه السلام الذي حارت عقول نسوة العزيز بجماله الباهر. ليس نسوة العزيز فقط يعني فحسب، إنما عامة النسوة التي رأينا جمال نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الأخبار بأن جمال النبي يوسف عليه السلام جزء من أجزاء من جمال أهل الجنة. لا يحضرني مصدر هذه الرواية. وقد ورد عن النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله قال أعطي يوسف شطر الحسن أو شطر الحسن، والنصف الآخر لباقي الناس. وورد في علل الشرايع عن سعد عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عمن ذكره عن الإمام الصادق، رواية مرسلة لأنه عمن ذكره رواية مرسلة، ويصح الأخذ بالمراسيل في الأخبار الفضائل والمكرمات وفيما يتعلق حتى بالصفات البدنية للأمة إذا كانت متوافقة مع آية التطهير والأدلة القطعية الأخرى، فبتكون الرواية مؤيدة للأدلة القطعية التي تنزه المعصوم عن كل شيء وخطأ وعيب. عن مولانا الإمام المعظم الصادق قال استأذنت زليخة على يوسف فقيل لها يا زليخة إن نكره أن نقدم بك عليه لما كان منك إليه. قالت إني لا أخاف من يخاف الله. فلما دخلت قال لها يا زليخة ما لي أراك قد تغير لونك؟ قالت الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا. هذا بعد درس لنا جميعا، يعني الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا، يعني الملوك والقادة والزعماء، زعماء الأحزاب وزعماء الدول وزعماء العشائر، فهؤلاء إذا كانوا عصاة لله حتى لو كانوا ملوك على عشائرهم وأحزابهم وبلدانهم فهؤلاء شنو؟ عبيد. بل لا يصح إطلاق كلمة عبيد عليهم، يعني العبد هو عادة مطيع لمولاه، هؤلاء ليسوا مطيع، نعم هم عبيد للشيطان مش عبيد للموالي الكرام، عبيد للشيطان. الكلام نرجع لزليخة وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا، يعني أنت يا يوسف أو يوسف النبي يوسف كان عبدا عندي ولكنه جنوه كونه مطيعا لله فصار ملكا. وجعل العبيد بطاعتهم يعني بطاعتهم لله ملوكا. قال لها يا زليخة، قال لها النبي يوسف يعني صلوات الله عليه وعليها، لأنه هي ثابت وأحبها الله وأمره بأن يتزوجها صلوات الله عليه، قال لها يا زليخة ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ قالت حسن وجهك يا يوسف. فقال لها كيف لو رأيت نبيا يقال له محمد يكون في آخر الزمان أحسن مني وجها وأحسن مني خلقا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم. وأحسن مني خلقا أو النسخة ثاني خلقا، وأسمح مني كفا يعني أجود مني يعني وأكرم مني. قال صدقت. قال وكيف علمت أني صدقت؟ قالت لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي فأوحى الله عز وجل إلى يوسف أنها قد صدقت وإني قد أحببتها لحبها محمدا، وفي نسخة أخرى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم. فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوجها. هذه رواية معروفة ومشهورة. وبالجملة إن قلة المصادر في تحديد ملامح الإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه كغيره من آبائه الطاهرين، قلة هذه المصادر سببها شنو؟ يرجع إلى شدة الخوف والتقية عند الرواة الشيعة. ولكن المصادر لم تنعدم من ذكر أوصاف الإمام الحجة بالإجمال،
يعني الأوصاف الإجمالية، وهي كافية في إعطائنا صورة عن ملامح شخصيته الكريمة، ولكننا نضع ضابطا في ذلك ترسم للمؤمنين الصورة التفصيلية لملامح شخصيته الجمالية والكمالية، وهي آية التطهير الدالة على طهارته المادية والمعنوية. ويدخل الجمال جمال الظاهري، يعني الجمال المادي، والجمال هذا يدخل في الطهارة المادية. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة إذهاب الرجس أو الرجس مطلق الرجس، يعني الرجس المادي والرجس المعنوي. والرجس المادي له مصادق متعددة من البول والغائط والدم، وهم أيضا المعايب الخلقية في الجسم. يعني من هنا لا يصح ولا يجوز نسبة الجزام والبرص والعرج والعور، بل حتى مسألة أنه ما نسب إلى رسول الله أنه في معركة أحد كسرت رباعيته، ها رباعية اللي هي حد السنتين، حد السنين الأماميين، هذه يعني إذا كسرت يعني أدت إلى قباحة الفم، يعني يعيب الفم، يعيب فم النبي والعياذ بالله. على هذا لم تكسر، هذه رواية عامية قالت أنه كسرت رباعيته، للأسف أخذ بها علماء شيعة، أخذوها من دون تحقيق وقالوا أنه كسرت رباعيته. لو كسر درسه مثلا هذا الخطر، الدرس عادة إذا كسر يعني لا يخرج، يعني لا يظهر إلى الملأ، ولكن الرباعية عادة إذا حكي الإنسان، النبي إذا تكلم إذا تبسم لابد أن تظهر شنو أسنانه الأمامية، ومنهم ومن هذه الأسنان الأمامية هي الرباعية. فهذا من المعايب، يعني لا يصح أن يعيب النبي. من هنا كمان نقول أنه النبي موسى كما يروي مثلا جزائري وصاحب البحار، يعرض رواية على أنه عندما كان طفلا في قصر فرعون فوعظ فرعون النبي موسى وهو طفل صغير، فقام ليقتله وهم بقتله، فقام يعني بعض المستشارين أو زوجته قالت له أنه هذا طفل، فقال له إذا كان طفل وتجرأ عليه بها المعنى يعني، فأوحوا إليه بأن نقدم إليه تمرة وجمرة، فإن أخذ التمرة فهو بيكون شنو بيكون يعني بيكون ولد حكيم، وإن أخذ الجمرة بيكون ولد لا يعيب عليه يعني أو لا يعاقب. هو أراد أن يأخذ التمرة فجاء جبرائيل ومسك على يده فأخذ الجمرة من دون التمرة فوضعها في فمه، ف احترق لسانه، فقام يعني بعد هذا الاحتراق قام يلغث في لسانه. فكان النبي موسى والعياذ بالله كما يتنسب هذه الرواية أنه كان فيه شنو في لغث في لسانه، كان يلغث في لسانه، يعني بتعبيرنا نحن الدارج اللبناني بيقرط في لسانه، يعني بعض المخارج الحروف لا يخرجها بشكل صحيح. هذا غير صحيح، هذه رواية إسرائيلية لا علاقة لها بالتشريع والتشريع الفقهي والعقلي، لأنه تعيب على المعصوم صلوات الله عليه. كان بإمكان الله عز وجل أن يعني يجعل النار عليه بردا وسلام، يعني هذا الجمرة يحولها الله إلى شنو إلى تمرة في الواقع، ويحولها إلى قطعة ثلج، يعني كما حول النار على نبي الله إبراهيم يعني جده السابق عليه، حولها إلى شنو حول النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل لا يعجز شيء. هذه المرويات لابد من عرضها على الضوابط والقواعد عندنا نحن الإمامية، ولكن للأسف بعض العلماء الذين واقعا يعني ليس عندهم تحصيل عقدي مضبوط وضوابط، لم يأخذوا بالضوابط والقواعد التي من خلالها يمكن تنزيه المعصوم عن كل ما يعني يعيبه عليه. فإذا المسألة هذه تدخل مسألة أنه الجمال الظاهري تدخل في مسألة الطهارة المادية التي يجب أن يتنزه أو يتحلى بها المعصوم من أهل البيت عليه السلام. فيوسف النبي جميل وهذا متفق عليه، إلا أن رسول الله محمدا وأهل بيته أجمل منه قطعا، للأخبار الدالة على ذلك، حتى لو لم يكن ثمة أخبار في البين، وإنما القواعد الأساسية العمومات اعتبار النبي الأعظم وآل بيته هم سادة الخلق، فلابد أن يتحلوا بكل صفة حسنة بل وأعظم منها مما يتحلى أو مما تحلى بها الأنبياء السابقون عليه.
بالإضافة إلى أن الأخبار دلت على أن الإمام عليه السلام من أهل البيت لابد أن يكون من أجمل الناس وأكمل الناس من الناحية الجسدية، فكل رواية لا تعطيه حقه في الجمال فهي مخالفة لآية التطهير المطلق لأهل البيت، فهم طاهرون من القبائح النفسية والروحية والجسدية، وبالتالي فهم منزهون عن كل نقص بدني، فكل رواية تقلل من جمال آل محمد عليهم السلام وتنسب إليهم النقص في أجسامهم فهي مردودة على من رواها مهما على شأنه. ومن هذا القبيل ما ورد في حق الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وما نسبوه إلى شخصه الكريم كنعتهم بأنه الأنزع البطين، وفسروها بالأصلع في رأسه والسمين في بطنه، وما نسبوه إلى مولانا الإمام الحجة المنتظر عليه السلام كما سوف يأتيكم بأنه مبدح البطن أو مبدح البطن، وفسروها بواسع البطن، منهم صاحب البحار، ومن كتب في السيرة المهدوية منهم الشاكري سيد من الشيخ المؤمن حسين الشاكري أو السيد حسين الشاكري في مجموعته الكاملة عن سيرة النبي المصطفى وآله الكرام في الجزء 16 من بحثه حول الإمام المنتظر كمان أخذها نقلها نقلا على الأعمى، أخذها مبدع البطن يعني واسع البطن. وبأن في رأسه حزازة، يعني هذا مرض الحزازة، هلا فسروها بمعنى أنه الإشرة، مع أنه هي إلى عدة معاني، في إلى معنى جميل بس ما أخذوا بالمعنى الجميل، أخذوا بالمعنى المتشابه أن الإشرة في الرأس، بدوش يقولوا هي الداء، مع أنه في رواية تقول داء، أخذوا حتى برواية الداء، فإذا كانت إشرة هي ليس داء، لكن من المعايب هذه التي يعني هي من المعايب لكل إنسان، واحد يوم بيصاب بالقشرة بيروح بيتعالج، هذا مرض، الإشرة مرض يعالج منه، يعني في يصفوله له المصاحيق والمراهم والأدوية إلى مهنة. وفسروها يعني هذا الحزازة في رأسه للإمام الحجة كل للتعيير على الإمام المنتظر، وفسروها بشيء من النخالة وهي القشرة، وقد ذكر هذا علماء الشيعة على الأساس، ومنهم صاحب البحار في الجزء 51 صفحة 40 حديث 20، ثم نقد نفسه في صفحة 41 حيث اعترف بأن الحزاز داء في الرأس، حيث روى خبرا عن أبي بصير عن مولانا أبي جعفر قال بالقائم على ما كان اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدم، شامة في رأسه وداء الحزاز في رأسه، داءها يروي عن أبي بصير عن إمام الصادق داء الحزاز يعني مرض، مرض الحزاز برأسه، شو العلامتان الجميلتان يعني ولم يعقب عليها صاحب البحار، يعني لم يعقب على الرواية، يعني يدل على أنه أخذ بهذه الرواية وأن الحزاز هو داء، ولكن داء جميل، يعني كما قال عمر بن الخطاب عندما سألوه عن الصلاة التراويح في شهر رمضان قال له نعمة البدعة هي، يعني قالوا له هذه بدعة، قال له نعمة البدعة، يعني ما أدري إذا صار في بدعة جميلة وبدعة سيئة، يعني هذه من البدعة الجميلة تأثر بها بعض علماء الشيعة للأسف نسبوها إلى الإمام المنتظر كما نسبوا إلى جده الأعظم أمير المؤمنين علي، لقبوه عملوه دعابة، إن فيه دعابة، عمر بن الخطاب أول من نعته بهذا النعت قال فيك دعابة، يعني بده يعيب على الأمير عليه السلام يعني دعابة تمزح، والدعابة بمعنى أنه المزح الذي فيه شيء من الحكمة، كان مزحه فيه حكمة لبعض أصحابه، كان يتمازح مع بعض أصحابه كما مزح رسول الله مع بعض أصحابي، حتى مزح مع امرأة عجوز وامرأة صالحة، وأيضا عندما قال لها إن عند زوجي في عين زوجك بياض، فهي قالت يا رسول الله كيف يبيض يعني يبصبص على النساء، قال لا ليس حيث ذهبت بهذا المعنى، يعني ما من إنسان إلا وفي عينه سواد وبياض، وكان يمازحها من باب الحكمة، إن صحت هذه الرواية عن رسول الله إن صحت من باب أنه الفات النظر، يعني قد يكون هذه لها شأن عند رسول الله من الصالحات الصديقات عند النبي، فكان يعني يمازحه لأنه ما بيجوز ممازحة الرجل الأجنبي للمرأة، ولكن صحت نسبتها إلى رسول الله يكون هذه إلى شأن عند النبي وأهل البيت الكرام صلى الله عليه وسلم.
فإذا نسبوا إلى الإمام الحجة روح الفداء ما نسبوه إلى جده من المعايب، وظن بعض علماء الشيعة أن هذا لا يقدح في شخصه الكريم، وهذا يعني تحت إذا من نغربلها نحن تحت المنخل العلمي، فهذا يعني مما يعني لا يجوز نسبته إلى الإمام الحجة، كما لا يجوز نسبة الأنزع البطيل إلى مولانا أمير المؤمنين علي وغيره من أمة البيت. كمان نسب الإمام الصادق أنه كان بدينا، أنه هر سنانه دون 60 سنة صار يعني والعياذ بالله اثنان إلى في مصايب يعني إذا أذكركم إياها يعني. وهذا محمد حمود من ديش وصيره يعني. ونحن هنا خلال بحثنا هذا سوف نستعرض ما وصلنا من أخبار في تحديد الملامح العامة للصفات البدنية لمولانا وسيدنا الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام، وننبذ ونطرح كل ما يخالف آية التطهير الحاكية عن جمال أهل البيت المادي المطلق الذي لا يوازيه جمال على الإطلاق. وها نحن نذكر الأوصاف الشريفة للإمام عليه السلام اتباع، يعني هذا بحدود اطلاع السريع الذي كان خلال يومين، يعني نقبض بالكتب حتى لإجمع هذه المناقب الجميلة عن الإمام عليه السلام مع المناقب التي مش مناقب مع المعايب التي نسبها هؤلاء العلماء وجعلوها من المناقب، يعني جعلوها في نفس الروايات اللي تتحدث عن المناقب الإمام. غفلة، هذه غفلة، غفلة عن الإمام المنتظر عن أئمة أهل البيت. الأوصاف المتعددة له روح الفداء هي التالية. هل شوفوا في بعض كمان في بعض يعني صفات ظن البعض منها أنه شنو هو كمان قصير. ماذا أول 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 صفة مربوع القامة، حتى بالعرب بس يقول لك مربوع يعني قصير، ولا باللغة هو المربوع هو متوسط الطول، يعني لا طويل مغط في الطول ولا أنه قصير مغط في القطع أو مضغوط في القطع، هو مربوع القامة لا طويل طويل ولا قصير قصير، يعني هو متوسط الطول أي معتدل الطول ممتلئ، يعني مش كمان يعني جلدي على عظمي ممتلئ، الجلد على عظمي كمان هذا من المعايب الجسدية والبدانة من المعايب الجسدية، فالممتلئ الوسط يعني عليه لحم ولكن لا لحم كثير ولا عظم ولا شنو ولا جلد لاصق بالعظم، يعني حد وسط معتدل الطول ممتلئ كأجسام أبناء يعقوب المعروفين بهذه الصفة، وهذا ما حدثت عنه الأخبار. وقام السلفيون عليهم لعنة الله يعيبون على الشيعة ويقولون شوفوا هذه المرويات الذي ينقلها الشيعة تتوافق مع اليهود، وهذه من مصادرهم هن مش من مصادرنا نحن، للأسف علماء أخذوها من مصادر العامة بس ما في محققين يعني يذكرون هذا، وما في على الانترنت وغيره أنه مين يتكلم هذه المسائل ويردهم. فهي الروايات بتقول أنه جسمه كجسم إسرائيلي ولونه لون عربي، هذه من مصادر القوم مش من مصادرنا، ولكن أخذ بها بعض علماء الشيعة حتى لو كان في رواية من مصادرنا نحن فهذه تتوافق مع مصادر العامة، ولكن نحن لا ننبذها ولكن نؤولها. ما بيمنع أن يكون شو المانع والله إذا كان جسم الإمام مثل الجسم أولاد النبي يعقوب، مش أولاده الذين خانوا النبي يوسف، يعني كجسم النبي يوسف كجسم لاوى أخوه أو بنيامين هول الصالحين اللي كانوا مع النبي يوسف، جسمه جسم إسرائيلي يعني طويل لا ممغط في الطول وليس قصيرا وممتلئ، هكذا كانت أجسام جسم النبي يعقوب جسم النبي يوسف وكذا، يعني إذا نلاحظ نحن صفات النبي يوسف أبدا منطبق على صفات الإمام المنتظر. هلا إن شاء الله نريكم رواية عرضها صاحب البحار نقلا عن الطبرسي في مجمع البيان أنه بيعطي صفات للنبي يوسف كيف نفس الصفات الإمام المنتظر، وهو جماله جمال النبي يوسف من جمال الإمام المنتظر من جمال النبي الأعظم محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء. الصفة الأولى إذا مربوع القامة يعني متوسط الطول. من هون هلا هذه على الهامش أنا برده إنه ما نسب إلى المولى المعظم أبو الفضل إنه كان يركب الفرس المطهم وكانت رجلاه تقطان على الأرض. إلى الآن بعد ما شفت أنا عالم من علماء الشيعة أشكل عليها إلا العبد الفقير أنا أشكل على هذه الرواية. الفرس المطهم هو الفرس الذي له يدان ورجلان طويلتان، يعني طويل الفرس بيكون طويل
يعني قديش بيكون بطنه عالي على الارض؟ لا يقل عن مترين او متر ونص. كل ما كان الفرس طويلا كل ما عانى الفارس على القتال وتحكم بخصمه. اما الفرس القصير هذا ليس مطهما. طيب اذا كانت بطنه للفرس المطهم بطنه او ظهره لما بيصعد عليه المولى ابو الفضل مثلا هو مطهم، يعني ما بين ظهره والارض لا يقل عن مترين او متر، متر ونص، متر ونص. طيب قديش بيكونوا لك رجلين المولى ابو الفضل اذا هو تخطان يعني كان يصعد على هذا الفرس المطهم وما بين ظهره والارض شي متر ونص او متر مش الغالي يعني متر. طيب وكانت تخطان قديش بيكونوا يعني طول الساقين والفخذين عند المولى ابو الفضل؟ بيكون يعني متر ونص وجسمه من فوق يعني بيكون شي متر يعني مترين ونص. بعد نحن ما شفنا واحد من المعصومين مترين ونص، ولا واحد بعد من المؤرخين قال ان امير المؤمنين طوله مترين ونص او رسول الله طوله مترين ونص او انه كان طولهم معتدل. هذا مترين ونص بيكون يعني ممغط في الطول ما بيصح. فهذه وبعدين هالرواية انه كانت رجلاه تخطان في الارض، هذه رواية نقلها مين؟ نقلها يعني أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين، هو الوحيد الذي تفرد بنقلها. وقاموا جاءوا الشيعة من بعده قام ينقلونها عن أبي الفرج الأصفهاني. صار كل عن منابر حلا، حتى الإخوان قراء العزاء أنه قال هذه منقبة المولى أبو الفضل، أنه شنو كانت رجلاه تخطان على الأرض عندما يصعد الفرس. هذه أرادوا أن يكحلوا فأعموا العينين. واحد ينصب منقبه للمولى ابو الفضل ولكن ما تكون والعياذ بالله يعني مخالف للاصول، مخالف حتى للجمال الظاهري. يعني الجمال الظاهري ما بيقول لك انه من الجمال الظاهري انه والله يكون الواحد طوله 3 امتار، يقولوا هذا مارد، هذا خلاف الطبيعه. الانبياء لم يكونوا هكذا، وهكذا النبي ادم هلا كله على الهامش عم نعملها. النبي ادم تقول لك الروايات، تذكر الروايات يقولوا كان طوله 70 ذراعا، وكانت حواء طولها 30 ذراعا، نص طوله يعني. حتى انه اشتكى من حر الشمس فقام كان يشوي السمكه في حر الشمس، يحمل السمكه ويحطها بعين الشمس ويشويها. هذه الروايات موجوده، اخذها بعض الشيعة للاسف من الاخبار العامه. من هون لما تشوف قبور بعض الانبياء موجوده ببعلبك او ببعض المدن في العراق وغيرها، قبور طويله نسبه لهذه الروايات، ظن منهم ان النبي يوشع بن نون مثلا، النبي شيث طول القبر عاملين له اياه قديش ما ادري كم متر، 5-6 امتار، ظنا منهم انه هو طول ادم النبي ادم 70 ذراعا. اخذوا بهذه الروايات التي هي واقعا لا علاقه لها بالنبي ادم ولا علاقه لها بامه اهل البيت الذين نسبوا اليه منهم رووا هذه الاخبار. ائمتنا عليهم السلام يعكسون النبي الاعظم ولا اما يعكسون عن شنو؟ عن هيئه وصحنه الوجه النبي آدم وجسمه صلوات الله عليه والأنبياء كلهم. هذه كلها على الهوى مش عم نعملها، لأنه في أمور خربطات كثيرة أخذوها أخذ المسلمات دون تحقيق ودون تدبر في هذه المسائل التي هي جديرة بالتدبر. إذن الصفة الأولى للمولى المعظم أنه مربوع القامة، إن شنو فزوها منيح، مربوع القامة يعني لا طويل طويل ولا قصير، يعني متوسط الطول. نعم، شاب ابن 30 او 40 سنة، مع انه هلأ قديش صار عمره، نحن هلأ بسنة 1432، قيموا منهم سنة ولادته الى سنة ولادته كانت 255، حذفوهم يعني عمره هلأ تقريبا بحدود 1200 و300 او 1250 به الحدود. ولكن هو هلأ اذا رأيته تظنه ابن 30 او 40 سنه، وهالروايات قالت دلت على ذلك. والذي شاهده واقعا هو والذي عندما شاهده البعض ابن 30 او 40، بيحطوا له ابن 30 و 40. ثلاثه العلامه الثالثه، هي كلها نذكر العلامات البدنيه للامام الحجه صلوات الله عليه. ثلاثه ابيض مشرب بالحمره، يعني مشرب مخلوط بالحمرة، أبيض على أحمر، يعني مشرب بحمرة، يعني وجهه مورد، يعني بدنه مورد، بيقولوا مورد مثل الورد الجوري، بيقول بالتعبير اللبناني الورد الجوري، لا أبيض ولا أحمر مخليط. إذا خلط البياض بالحمار يسمى وردي، يعني الورد الجوري، هذا بيسموه مشرب بحمرة. ك
كجده النبي الأعظم كان أبيضا مشربا بالحمرة. أربعة، يسيل شعره على منكبيه. بس هذه مش مبرر للشباب يروح يربوا لي خنافس، لأنه بهالزمن ما بيجوز تربية الشعر لأنه تشبها بالفساق الفجار اللي عم يربوا شعورهم، مش أسوة بالإمام. وحتى لو إجا مؤمن والله قال لي بدي ربي شعري أنا، هلا أنت عم تقول الإمام شعره يسيل على منكبيه، هذا دليل على الجاز. بنقول له كمان في نفس الوقت آبائه كانوا يحلقون رؤوسهم. طب ليش بدك تتشبه بالإمام المنتظر؟ ما بتتشبه بالإمام الرضا والإمام الصادق، الإمام العسكري كانوا يحلقون رؤوسهم. ولا لأنه في نزعة نفسانية، نفس الأمارة بالسوق تتشبه بكل شيء، بكل شيء يتعلق هيك بحليلها هيك يعني شغلها وعملها. رسول الله ما جاوز شعره شحمة أذنه، ما جاوز شعره، ما رب شعره يعني مثلا على كفه. لكن هلا إذا صحت هذه الرواية عن إمام منتظر، فقط هو والإمام الحسين رب شعره. إمام الحسين رب شعره لما لعلمه بأنه سوف يقطع رأسه، ولا يصح شنو إنه يصير يحملوه بدينته يحمل الرأس، هي ما بيكون في له شعر يحمل برأس بشعره، هذه شنو حفاظا على الرأس الشريف، وليس حبا بالشعر إنه شعر يسيل على شعره على من كذا. على الإمام الحجة روح الفداء إن صحت هذه النسبة، هي إما نحملها على أول بالغيبة الصغرى، وإما بنحملها إلى الآن. يعني من رأى الإمام الحجة، من رأى الإمام الحجة لم يكن شعره مصبلا على كتفيه. أغلب الذين رأوا الإمام الحجة شعره مقصوص عادي طبيعي. فيعني هذه الرواية إن صحت تحمل على محمل معين، أو عند ظهوره قد يكون مثلا يربي شعر الإمام عند ظهوره حتى يكون متوازن مع نبي الله عيسى، لأنه عيسى يخرج وشعره مصبل على كتفيه، لأنه هكذا يعرفه النصارى هكذا. ثم شنو يقص شعره لأنه متبعا لسنة النبي، سنة النبي تأمر بقص الشعر بل وبحلقه في حال الإحرام مثلا في حال الحج، خاصة حج الصرورة. هون في قول عندنا أنه حج الصرورة الذي لم يحج من قبل مثلا إذا حج حينئذ بعد الحج الأول، في قول فقهي بهذا المعنى، أنا مع التخيير يعني إما يحلق وإما يقص، ورأي راجح الحلق يعني يحلق بالموس. زين، إذن يسيل شعره على منكبيه. طيب كيف هو الشعر؟ هل هو مالس ولا هل هو شنو مجعد؟ شو بتقولوا أنتم؟ ها؟ يعني وسط، لا مجعد مجعد ولا انه يسيل كسيال من الدهن. وفي شعره قطط، يعني تجعيد بسيط، يعني معكوف، مش انه مجعد مثل شعر العبيد يعني ملكوك على بعض البعض، لا. وفي شعره قطط يعني معكوف مش مسبل سايل. خمسة، نور وجهه المبارك يعلو سواد لحيته، يعني لحيته سوداء، نور وجهه المبارك يعلو سواد، يعني يطفح النور من وجهه بحيث أنه شنو تغطي على لحيته المباركة السوداء. ورأسه، لحيته ورأسه يعني يعلو سواد لحيته ورأسه، وعفوا لحيته ورأسه أبلج، رأسه أبلج عفوا ورأسه عفوا اشتبهنا، أي أبلج الوجه، وهو أبلج يعني بمعنى مشرق الوجه. إذن فيه نور في وجهه وهو أبلج الوجه بمعنى مشرق، يعني هو كل أخذتم من الروايتين الأبلج هو الذي فيه نور في وجهه، فهذا لا يمنع من الكلام الأول. العلامة السادسة، وجهه كالكوكب الدري أو كالقمر الدري. العلامة السابعة، اللون لون عربي، أي أن بشرته بيضاء أو حنطية اللون، فيها صفاء في البشرة بخلاف غير العرب من الروم والترك، فإن بشرتهم غير صافية، أي أن بشرة غير العربي فيها نمش. إذا بتلاحظوا أنا بالغربيين تلاقيهن بيض، ولكن شنو في نمش كثيف بوجوههم وبأجسامهم، وهو نقط بيض أو سود تقع في الجلد تخالف لونه. ف
فاللون العربي أفضل الألوان، يعني اللون العربي حتى الحنطي بيختلف عن اللون الحنطي الأجنبي، واللون الأبيض العربي صافي، يعني الإمام هو كما قلنا سابقا أبيض مشرب بالحمرة، فلونه لون عربي يعني لون أبيض صافي لا نمش فيه كوجوه الغربيين وغيرهم. الثامن، علامة الثامنة من علامات بدنه الشريف، أعين يعني واسع العينين من دون جحوظ فيهما، حتى نلفت النظر، مش كل عينين كبار بيكونوا حلوين، العينين الكبار مثل الفورية يعني لا غاحظة العينين، يعني نبقى عينين لبرة ولا أنه شنو غارقة في العظمتين، العيون الغائرتين مش منيحة والعيون الجاحظتين مش منيحة، حد وصف يعني العين بتكون مسكوبة سكت، يعني جاي هيك مثل يعني في مكانها المعين، لأنها غائرة في العظمتين ولا أنها جاحظة عن العظمتين، هذا أعين يعني واسع العنان بهذا المعنى، وهو ما عبرت عنه بعض الروايات الشريفة بأنه غائر العينين. غائر العين بهذا المعنى اللي قلتلكم إياه، ليس بالمعنى القبيح، غائر جدا لجوا، غائر بمعنى يعني بهذا هذا اللي فسرته أنا من كلمة غائر، وإلا هو غائر إذا نحملها على المحمل الأولي نقول إنه غائرة يعني داخلة في باطن العظمتين، وهذا قبيح يعني يصير عيونه مثل الصغار، يعني زيين صحيح نكبر ولكن غرقانين مثل غرقانين بشي عظمي هيك جورة إلى مونالك، هذا يعني ليس جمالا في العينين. في مقابل الجحوظ، يعني هذا غائر العينين بهذا المعنى إذا نحملها، في مقابل الجحوظ في العينين. العلامة التاسعة أكحل العينين، إذن هو أعين عيناه كبيرتان لا جاحظتان ولا غائرتان بالمعنى القبيح بمعنى الغائر، هو أكحل العينين، إذا تراه تظنه كأنه شنو كأن عيناه مكحلتان، هو مش مكحل وما بيكحل عيونه ولكن شنو ولد هكذا كأن عيناه مكحلتان. العاشر أجلى الجبهة، وهاني بعد معركة المشاكسات في هذه الكلمة، أجلى الجبهة، أجلى الجبهة يعني بمعنى انحسر الشعر عنها، والجبهة هي ما بين الحاجبين إلى قصاص الشعر، هون الحاجبين إلى قصاص الشعر، يعني ما في شعر، إذا بتشوفوا أنتوا أمين جميل يعني إذا بتشوفوا شعره كيف هو جاي الشعر على الجبهة، هذا قبيح في الصورة الجمالية للإنسان، منحسر الشعر يعني أنه ما في شعر على الجبهة، وإذا في شعر هذا يعد من القبائح المعايب الجسدية، اللي بيقول لك والله لا في شعر، لا مش مطلق الشعر بيكون كمان جميل في الوجه، وليس أنه لا كثرة الشعر جميلة في الوجه يعني ليست من المحاسن، ولا قلة الشعر في الوجه كمان جميلة، من هنا هو كف اللحية، خفة اللحية كمان تطلق ليست جميلة، يعني من المعايب هذه اللحية، وأنها تكون كمان بمعنى أنه كثيفة جدا بشكل أنه يعني تصير مثل يعني مثل البلام تعبيرنا اللبناني، كمان هذه قبيحة، من هون أنه متوسطة الشعر كثة يعني المتوسطة في 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 في, في شعرها اللحية، لا خفيفة ولا بمعنى كثيفة كثيفة بحيث أنه تكون يعني كالجب البلام. زين، أجل الجبهة، إن الجبهة هي ما بين فوق الحاجبين إلى المكان السجودي، يعني فهو أحسن انحسر الشعر عنها، يعني ما في شعر نابت على جبهته كما ضربنا المثل في فلان الفلان، هذه أجل الجبهة. أجل الجبين، يعني الجبين ما هو الجبين، جبين هذا جبين هذا هو عند الصدغين، يعني هنا عند النزعتين هذا يسمى يعني شنو أجل الجبين، ما في شعر كثيف هنا على في خفة شعر هنا، هذه تحل الوجه في خفة شعر بس مش مثل يعني أنا مثل خفة الشعر بين الصدغين هنا هكذا، هذه جميلة، وهذا قريب كمان مثل ما أن هذا النائب الفلاني بتشوف أنه عنده النزعتين، جاي الشعر جاي على الجبهة من فوق ومن عن طرف عن الطرفين يمنى ويسرى، هذه من المعايب الجسدية بتكون على إذا ما كان يعني إذا كان كثيف الشعر على الجبينين وعلى الجبهة، هذه من المعايب التي تعيب على صاحبها في وجهه. إذا الإمام أجل الجبهة أجل الجبين، مشرف الحاجبين، مشرف هنا بمعنى
جاي انه مأخوذ وهو ما فوق الصدر، اي في وسطهما ارتفاع، مشرف الحاجبين يعني في وسطهما ارتفاع. الحاجبان في عندك الحاجب اذا كان هيك مستقيم هذا يقبح يعني ليس جميلا، وفي بيكون عكسي في وسطهما. يعني جينا هلا نحن عم نشوف هلا صاروا النسوان صاروا عم يعملوها، تعلي مثلا حاجبها لفوق الى ما هنالك انه هذا بيحل الوجه، ولكن وين كان لا يجوز للمراه ان ترفع حاجبيها، هلا ما عاد يحجبها انه الحاجبان الربانيان، صاروا هلا بيقوموا حواجبهم وهن شنو بدقوا شامي ما ادري شو بيعملوا كذا، بتستعمل الحاجب مثل ما بدها، هلا صاروا يعملوا مثل الشياطين ترفع الوحده حاجبها لفوق يعني مثل الشيطان، بدل ما مثلا يعني تخليه مثل ما رسمه الله عز وجل، هي لا بتقصه وبترفعه. هلا عم تلاحظوا بعض النسوان يعني حاجبهم بيعملوا مثل السهم طاير لفوق شعراطه يعني. يعني فكري حالها بتكون انه هذه يعني بجملها وجعلها مثل السعداني اجل الله. اذا مشرف الحاجبين اي في وسطهما ارتفاع الحاجب. 13 ازج الحاجبين يعني في شعر دقيق بين الحاجبين، مش انه شعر كثيف، اذا كان في شعر كثيف كمان هذا من المعايب، في شعر دقيق بين الحاجبين، شعر دقيق لانه ما في شعر بالمره، لا في شعر دقيق ازج. اقنى الانف يعني معتدل طوله، معتدل أقنى الأنف يعني أنفه معتدل بالطول، لا طويل ولا قصير، يعني القصير اللي ما في عكسي في وسطه يقال له أقطر. يعني اللي بتشوفه واحد هذي منخاره هيك جاي مثل الهلال، يعني هيك معكوف مثل الهلال، هذي بسموه أقطر، يعني ما في عكسي في وسطه. ولأن العكس كمان إذا كانت كبيرة مع المنخار الطويل هذا ببشع الأنف، يعني يقبح الوجه والأنف. الأنف الجميل اللي هو طويل قليلا معتدل الطول لا طويل ولا قصير، وفي وسطه أرنبة يعني عكسي حلو جميل، هذه تجمل الوجه. إذن لا طويل ولا قصير ولا أفطس، بمعنى أنه ممسوح من وسطه، وإنما فيه شنو عكسة بسيطة في وسطه هذه تحلي الأنف. هكذا أنف مولانا الإمام الحجة وأنت أباء الطاهرين. 15 أفرق الثنايا وأفلش أو أفلش أي انفراجها، يعني أسنانه أو الثنايا الأماميات، الأسنان الأماميات من الأعلى ومن الأسفل، والثنايا اثنان من فوق واثنان من تحت. أفرق الثنايا أفلش يعني أسنانه بشكل عام، وإن كان ذكرت الثنايا ولكن أسنانه بشكل عام هي شنو، ليست راكبة على بعضها البعض، وإنما شنو مستقيمة على بعضها، فيها فاصلة بسيطة، يعني فيها في فاصل بين أسنانه بسيط، بحيث إذا أدخل خيطا يعني تعرفوا أنتم، أو مثلا إذا تخلل بالخلال بيكون سهل، يعني في فرجة بسيطة بين أسنانه، لأن أسنانه شنو متلاصقة مع بعضها البعض، بحيث أنه يعني إذا علق شيء فيها لا يمكن أن يخرجه منها. أفرق يعني بمعنى يتخلله فاصلة يعني وجيزة، وأسنانه مسكوبة ثكب، سبحان الساكب لها. 16 في خده الأيمن خال أسود، تعرفوا الخال هذه شامية يسموها شامية في الخد الأيمن. العلامة 17 عريض ما بين المنكبين، عريض المنكبين، مش أنه منكباه شنو ضيقان كما هو في الصورة هلا اللي بيرسموها بيقولوها عن هذا أمير المؤمنين، ساعة بيعملوها لأمير المؤمنين، ساعة بيعملوها لإمام الحسين، ساعة بيعملوها لأبو الفضل، الله وكيلك متناوبين على هذه الصورة. أنا مرة نحن رسمنا ضابطة على هذه الصورة، إن المعايب الموجودة في هذه الصورة أحد معايبها هي هذه، هو اللي رسموها والعلماء اللي أمضوا عليها يظهر أنهم جهلة في أوصاف أمير المؤمنين وسيد المرسلين صلوات الله عليه، رسول الله وأمير المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين، لأنه أوصاف أمير المؤمنين نفس أوصاف رسول الله، هن من طينة واحدة ومن نور واحد، يعني ما في واحد بيتميز بجسمه عن الآخر، كلهم بنفس السكبة، السكبة الذهبية، السكبة النورانية. هذه الصورة اللي أمضاها علماء للأسف، وحاطينها حتى في مشايخ والأستاذة حاطينها ببيوتهم للأسف، ما عندهم تحصيل، يعني حتى مرجعيات ما عندهم تحصيل، أنا أقولها بكل صراحة، في بعض المرجعيات أمضت هذه الصورة مع أننا في وضعنا عليها علامات استفهام، منها ما تشوفوا كتفها
لهذا الصورة المنسوب إلى أمير المؤمنين، ضيقان مع أنه منكباه عريضان، جسمه كجسم الأسد. جسم الأسد شنو؟ صدره واسع وبطنه من عند بطنه ضيق، يعني مخص يعني في 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 ضيق في خاصرتين. هني عملوه شنو؟ عملوه منفوخ البطن، منفوخ ضيق المنكبين وضيق الصدر. صدره واسع، منكباه واسعتان، لأنه كيف صدر الأسد؟ صدر الأسد هي من كمال الأجسام بيعملوها في هذه الأيام. إذا واحد بده يعمل كمال أجسام، أول شيء بيعتنوا له شنو؟ بصدره، بصدره وبفخذيه. إذا كانوا الفخذان طويلان وكانوا مثلا فيهم عضل وليس شحم إلى ما هنالك، وهم أيضا كانت الخاصرة يعني ضيقة وليس إنه شنو؟ إنه مبطون، يعني إنه جانباه كطرفاه. فهذه كان كمال الأجسام. أمير المؤمنين ليس بالوصف الذي وصفته تلك الصورة والتي رسمها رسام إيراني من بالستينات أو بالخمسينات، ثم صاروا يتبادلون عليها وصاروا شنو؟ يزيدوا عليها بعض الأمور حسب ما بتعجبهم هم، يعني يزيدوا عليها. مضافا إلى أن أنفه في الصورة أفضل، لاحظوا بقى، وأمضتها مرجعيات للأسف وعلماء وما أدري شلون، أضرب بطرح معلقوها في بيوتهم وفي في سياراتهم وغيرها. العلامة 18 أذيل الفخذين، أي الذي انفرج فخذاه وتباعد ما بينهما. من المعايب الجسدية أنه تشوف واحد مثلا عنده طول، عنده جسم، ولكنه من النصاحة بصير الفخذان يضربان ببعضهم البعض. هذه من المعايب الجسمية. الإمام ليس هكذا، مع أنه طويل، لا طويل بالمعنى المعتدل، وفخذاه ممتلئان، ولكن في حين أنه جنان ليس شنو؟ ليس متلاصقان. إذا مشى لا يتلاصقان. شوفوا هلا الناصح مثلا إذا مشي يتلاصق فخذاه على بعضهم البعض، أما الإمام هو ليس بهذا الشكل. الإمام صحيح فخذاه ممتلئان، ولكنه شنو؟ لا يتلاصقان مع بعضهم البعض عند المشي ومشى. أذيل الفخذين. علامة 19 شامة بين كتفيه. إذا صار عندنا شامتان، السفير يقول ثلاث شامات، شامة بخده الأيمن، وشامة في رأسه، وشامة بين كتفيه، وشامة تحت شنو؟ كمان أربع، وشامة تحت جانبه الأيسر، وفي خاتم شنو؟ في خاتم الإمامة أو خاتم النبوة بين كتفيه، وإن كان هو ليس نبيا ولكن خاتم خاتم الولاية الكبرى صلوات الله عليه. هذا ما ذكرت عليه يعني لأنه إلى بحث خاص. 9 كث اللحية. إن كث اللحية يعني ليس خفيف اللحية، وليس بمعنى أنه كثيف وبمعنى كثيرها، وإنما متوسطة الحجم. كث اللحية. 21 على رأسه غمامة تظلله وفيها ملك ينادي هذا المهدي عند خروجه، هذا المهدي أرواحنا فداه، خليفة الله فاتبعوه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهل الأعداء. 22 على رأسه ملك ينادي عند ظهوره هذا المهدي فاتبعوه. 23 ليس له ظل. 24 شبيه جده النبي خلقا وخلقا. 25 يرى من خلفه كما يرى من أمامه. 26 على ظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي. 27 قويا في بدنه، تقول الرواية لو عند ظهوري إذا أو قبل ظهوري إذا أخذ إذا أخذ شجرة قلعها بسهولة. شجرة قديش كانت؟ قديش كبير الشجرة؟ إذا مسكها بيده قلعها من جذورها. لباسه الفطاب، وين هلا هن الشيعة؟ لباسه الفطاب كالعباءة القطوانية، حتى في الحرب أمتنا، حتى يعني في الحرب ما بيلبسوا عباءة في الحرب، وإنما بيلبسوا الفطاب في الحروب. يعني أمير المؤمنين عندما شارك في الحروب وحارب وكذا ما كان لابس عباية في الحرب، كان يلبس مثله اللباس الباكستانيين، صح التعبير، القمصان الطويل الفطابة له التعبير، يعني من العباية الطعيق بالحروب، طعيق يلبسوا يعني سروالا فضفاضا وقميصا فضفاضا بحيث انه لا يجسم الجسم. هذا لباس أئمة أهل البيت، لباس الأنبياء، لباس الأولياء. لباسه الفضفاض كالعباءة القطوانية. عليه الرواية بتقول عليه عباءتان قطوانيتان، يعني ثوبان كبيران فضفاضيان. تنتبهوا أيها الشباب من لبس الضيق،
من اللبس الضيق، يعني طلع الشعر على لسان نحن نقول لبس الضيق لا يجوز. أنا بقول لكم من هلأ لا يجوز، لأنه تشبه بالفاسقين الفاجرين. العنوان الأول هو مكروه، بس إذا صار تشبها بالفاسقين المارقين بصير هذا حرام حتى بالعنوان الأول مش بالعنوان. فانتبهوا، شوفوا إمام الزمان شو بيلبس. نحن بنعمل كما يفعل أئمتنا الطاهرون. أمرونا بالثوب الفضفاض فنلبس الفضفاضة، أمرونا بكذا بكذا نفعل كما يأمرون صلى الله عليه وسلم. فإذا عباءة القطوانية، ما هي العباءة القطوانية؟ عباءة قصيرة الخمل. الخمل هو شنو؟ الفضلة من الثوب، يعني ما في فضل مثل هذا، مثل العباية المشيخية. يعني الخمل هي بتسموه الخمل، الخمل قصير، ولا لو كان طويلة بيصير فضول من فضول الدنيا. أمير المؤمنين كان يقص شنو؟ إزار ثوبه أو جوانب ثوبه، أكمام الثوب عفوا. عندما كان مثلا يخيطون له ثوبا جديدا، مرة واحد عم يخيط له جبينا فقام طول له إلى 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 الكفين، قال له قصه قصه، فقام قصه إلى عند الزن. فعندما سئل الأمير ليش، قال له هذا فضول، يعني هذا الزيد على الكاف هذا فضول، فعند الزن كافي. فمن هون انه هو الامام عليه السلام هلا ماشي الزيد هذا يسموه هذا فضول، من هون هلا هني العباية المشيخية تأسيا بالامام الحجة، تأسيا بالأئمة الاطهار، انه ما عندهم فضول حتى في ثوبي في اثوابهم. يعني ما بيعملوا اكمام، حتى البنطلون، هذا البنطلون تبوا للاخوان اللي بنطلونه بيشحط بالارض، هذا في بالرواية انه شنو تحول عليه يوم القيامة نارا. انا منبه الاخوان من زمان، البنطلون اللي بيشحط على الارض، اولا هذا لباس الخيلاء في الرواية، يعني متكبرين، هذا لباس المتكبرين، بدليل انه ولا بيلبس هذا اللباس هو متكبر. اذا بتقول له قص البنطلون بيقول لك لا، ما هو بيحل الاجر. ليش؟ هو بده يتشبه بالفاسقين، انه والله اما انه يستحي والله يبين كرعوبه، يعني مو لابس كلسات، يعني هو تشبها بالفاسقين. فهذا البنطلون هذا اللي بيشحط على الارض، اولا هذه خيلاء من هي عنا في الروايه. الشيء الثاني انه هو بيشحط الوساخه، الميكروبات الجراثيم، عدا النجاسه. يعني مثلا بنطلون عم يسحب على الارض وماشي هو مثلا، وهذه الطرقات كلها شنو اجرتهم الغائط، الجرذان الميته، قطط، الكلاب، الأوساخ في الطرقات كلها بيسحبها هو مع بنطلون، وبيفوت على بيوت الناس اللي بتحافظ على طهارات بيوتها، فبيكون نجس بيوت الآخرين من دون أن يشعروا، بيكون بيراقب كل أعماله. شيء ثاني هي من النظافة، إنه الواحد شنو يرفع بنطلونه فوق حذائه ويكون عنده كرعوبة. هذه من المستحبات المؤكدة، ولكن بصير حرام الواحد يزيد عن هذا الأمر، يمن مثل ما قلت لكم بصير نوع من الكبر ونوع من الخيلاء. ولباس الفراعنة كانوا يسحبون يعني أثوابهم شنو على 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 الأرض. هذه هي العناوين العامة لأوصاف بدن الإمام المطهر صلى الله عليه وسلم، وهي تفاصيل لبعض صفاته البدنية صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين. وهذه الأوصاف مبثوثة في الأخبار، وكل هذه الصفات تعتبر من الصفات الجميلة في الجسم، وهي متوافقة كما قلت لكم مع آية التفصيل والأخبار الأخرى الكاشفة عن الصفات التي يجب أن تتصف بها الأنبياء والأوصياء والأولياء عليهم السلام. ولكننا وجدنا في بعض الأخبار بعض الصفات التي لا تليق بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام، كإمام معصوم انعقدت عليه آمال الأنبياء والأوصياء والأولياء والعباد الصالحين، وهي التالية. هذه الصفات اللي هي لا تليق بالإمام كإمام معصوم، بل هي لا تليق حتى بالإنسان السوي. أول صفة لا تليق بالإمام أنهم قالوا أنه مبدح البطن، والمبدح هو صاحب البطن الواسعة والعريضة، وهي من المعايب الجسدية التي لا يصح للمعصوم الاتصاف بها. وتفسير المبدح بواسع البطن
هو ما اختاره العلامة المجلسي في البحار في الجزء 51 صفحة 35، وتبعه على ذلك بعض من كتب في السيرة المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية، فقد اختار المعنى غير المناسب، في حين أن للمبدح معنى آخر لم يتبناه المجلسي ولا من تبعه على ذلك. فهذا المعنى هو التالي كما ذكره ابن منظور في لسان العرب جزء 2 صفحة 408، قال: البداح بالكسر هو من الأرض اللينة الواسعة، هو الأرض اللينة الواسعة، وبدحة المرأة تبدح بدحا أي حسن مشيها، ومشت مشية فيها تفكك، يعني هذه المرأة التي تمشي هذه المشية قال أن مشيتها جميلة. ولو دار الأمر بين المعنى الأول والثاني، هو قال أن الأرض الواسعة اللينة، وذكر معنى آخر يعني جاب عليه مثال أنه البدح يعني البطن الجميلة، والبطن الجميلة لا تكون بالكبر وإنما تكون في صغرها، إذا كل ما كبرت البطن كل ما مشع في الجسم صار من فوق كالبالون، كلما ليش بيعملوا رياضات خاصة لإزالة النفخة وإزالة يسموها عندنا الدفوهات، الدفوهات هذه زوائد يعني على جوانب جسم نتيجة البطن المنفوخة. فعلى هذا الأساس أنه الإمام ليس مبدح البطن بمعنى واسع البطن وعريضها، هذا يعني يقبح ويعيب على 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 بطنه الشريفة، بطنه ملساء. هل يأتيكم أنه كيف بطنه ملساء؟ لأنه من علامات أهل التقى، أم أيضا علامات أهل التقى أنه خماص البطون، خماص البطون يعني بطونهم ملساء من شدة الصوم من شدة الجوع، إلا إذا واحد مثلا صار عنده عرض مرض نفخة، مثلا نفخة جيته مثلا من مرض، الله يجيرنا وإياكم إلى ما هنالك، أو من كثرة الجلوس في بعض الأحيان جلوس مثلا يعمل مثلا هذا، لكن إحنا ما نبرر للذي عنده بطن، ما نبررها يعني، ولكن بشكل عام بشكل عام البطن سواء كان لمرض أو لغير مرض أو لأكل لمأكل، كثرة الأكل كثرة شرب الماء مثلا إلى ما هنالك، سواء على الطعام كثرة شرب الماء على الطعام يولد نفخة في البطن، أو مثلا كثرة الماء تولد كمان نفخة في البطن إلى ما هنالك، أو أنه الدهن كثرة الدهن كثرة المأكل يولد شنو يعني تنفخ البطن، تعمل طبقات من الشحم فبيؤدي إلى تراكم يعني شحمي في البطن. كل هذه منفي عنها الإمام المعصوم صلوات الله عليه، هو بطنه ملساء خميص البطن كجده أمير المؤمنين وبقية الأمة الأطهار، خماص البطون، وهي من صفات أهل التقوى، ذبل الشفاه من الذكر، صفر الوجوه من السهر، خمص البطون من الصيام، عليهم شنو غبرة الخاشعين. فلذا هذا المتقي خميص البطن، فكيف بسيد المتقين مولانا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا. إذن هذا ما ذكروه من أنه بداح البطن أو مبدح البطن بمعنى واسعها أو عريضها غير صحيح، هذا يخالف آية التطهير. هلا نحن عم نذكرها مسائل بعد ما أشكلنا عليها بالشكل المطلق يعني، بس عم بذكرها بصورة. المسألة الثانية التي ذكروها والتي فيها عيب على الإمام، أجل الجبين، وفسروا أجل الجبين بمعنى الذي انحسر الشعر عن جبهته إلى نصف رأسه. إن نحن هي إجل الجبين إنه انحسر الشعر عن جبهته، بس هول شنو زادوا عليه إلى نصف الرأس يعني أطلع. وهو تفسير أخذ به أحد أكابر العامة، وهو الشيخ عبد الله الرحمن عبد الرحمن الجوزي، هذا الشيخ الجوزي المعروف، كما نقل عنه صاحب كتاب فرائض الصمتين وهو عالم من علماء العامة، نقل عنه هذا القول الجزء الثاني صفحة 324 حديث 574، كما ينقل عنه صاحب كتاب معجم الإمام المهدي، أنا نقلت عنه بهذا هذا الكتاب المعجم، يعني نقلت عنه هذه الرواية، وصاحب هذا الكتاب لم يعقب على الرواية، على ما بيعقبوا عليها، خلاص بينقلوا من العام غير العام، المهم شنو ظهر يعظم الكتاب يعني يكبر الكتاب بأحجامه أو كذا. فقد وردت اللغة عدة معاني اللفظ الجلى، لا سيما ما ذكره ابن منظور في لسان العرب جزء 14 صفحة 150 مادة جل، قال: الجل انحصار مقدم الشعر
وقيل هو من دون الصلع، هو دون الصلع. وقيل هذا معنى ثالث، نذكر عدة معاني، بس شوف هذا الجوزي أخذ بالمعنى المتشابه ليعيب على الإمام المصطفى، ما أخذ بالمعنى الجميل، أخذ بالمعنى القبيح ليعيب على إمامنا. وقيل هو أن يبلغ انحسار الشعر نصف الرأس، هذا المعنى الثاني. إذن نشوف المعاني اللي ذكرها ابن منظور، قال انحسار مقدم الشعر يعني من هون، هذا جميل. وقيل معنى ثاني هو دون الصلع، يعني زايد يعني انحسار الشعر شوي لمقدم الرأس، هذا في عيب بالرأس. وقيل هو أن يبلغ انحسار الشعر نصف الرأس، هذا صلع. وفي صفة المهدي، هو عم ينقل، هو عم يقول عن الإمام المهدي الإمام أنه أجلى الجبهة، وهو الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي حصر الشعر عن جبهته. شوف صاحب ابن منظور، ابن منظور أخذ بمعنى جميل نسبه الإمام المنتظر، ولكن ابن الجوزي شو عمل؟ أخذ شنو بالمعنى القبيح للإمام المنتظر. هلا في كلام إنه ابن منظور، إنه أنا قرأت عن ابن منظور، لما بيجي لسيرة أمير المؤمنين بيقول عليه السلام، لما بيجي لعمر بيقول رضي الله عنه، عادة السني ما بيقول للإمام عليه السلام. من هون في شبهة يقول عن ابن منظور إنه شيعي، فقد ذكر ابن منظور في كلامه المتقدم ثلاثة معاني لفظ الجلاء كما قلت لكم، ولكن نعيدها باختصار. المعنى الأول هو أن يكون الجلاء ما دون الصلاة. المعنى الثاني هو أن يكون الجلاء انحسار الشعر إلى نصف الرأس. المعنى الثالث هو أن يكون الجلاء أو الأجلاء خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين هنا، والذي انحسر الشعر عن جبهته من فوق يعني بشيء قليل. فالمعنيان الأولان لا يجوز إسقاطهما على المعصوم بشكل عام وعلى الإمام المهدي بشكل خاص، لأن كلا المعنيين الأولين من المعايب الجسمية التي يجب تنزه المعصوم عنها باعتبارها منفرة منها، وكل ما ينفر من المعصوم لا يجوز إلصاقه به. فيبقى عندنا المعنى الثالث، وهو جائز الانطباق على المعصوم عليه السلام من حيث خلوه من العيب، بل لا يبعد كونه من جملة زينة الشعر في الرأس أن يكون الرجل منحسر الشعر عند الصدغين من هنا. فالعجب ثم العجب، كيف يترك المعنى المستقيم للفظ الأجلى ويؤخذ بالمعنيين المعوجين للفظة المذكورة، وما ذاك إلا للتعييب على أئمتنا الطاهرين من قبل المخالفين الذين وصفهم الله تعالى في محكم كتابه بقوله تعالى في الآية 7 من آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الريب والشك والكفر لا يأخذون إلا بالمتشابهات طعنا بأئمة الدين، وصدق الله تعالى حيث قال عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون. التوبة الآية 10. ثم أعطانا حكم المعاملة معهم ضمن شروط: فإن نكثوها وجب جهادهم بالفكر والموعظة الحسنة. فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم، ما نكثوا بيعة أمير المؤمنين في غدير قم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وطعنوا في دينكم، قولوا عن الشيعة رواه متاول مش من الفرق الإسلامية، وبيجيني فلان وعلتان بيقولوا بعض تعنا عمل ميثاق شرف، مش هذا بالأمس قال نعمل ميثاق شرف، بيطعنوا في ديننا وبدو يعمل ميثاق شرف بس ليقص الألسن التي شنو التي تتهكم على من آذى سيدة النساء وأميرة المؤمنين عليا، وقلبوا دين الله وقلبوا حرامه إلى حلال وحلال وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. لأي التوبة لأي 12. ثم قال موبخا المؤمنين الذين لا يرضون قتال هؤلاء بقوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم
وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذه تعقيبا على العلامة المعيبة الثانية. العلامة الثالثة المعيبة التي ألصقوها بالإمام أن برأسه حذافة، وهي من الصفات البدنية المعيبة التي لا يجوز ألصاقها بالإمام المهدي. ما جاء في ثلاث روايات في البحار، جزء 51 صفحة 40، لابد أن نذكر الرواية، ثلاث روايات لأهمية الموضوع. هنا ذكرت هذا الرواية على أن في الإمام في رأس الإمام حداد، فخبران جاء فيهما لفظ حداد من دون قيد، والخبر الثالث جاء مقيدا بلفظ داء الحداد برأسه، ما يعني أن الحداد هو داء يعني مرض، وليس قشرة في الرأس كالنخالة. حتى النخالة لو سلمنا أنه هي نخالة قشرة، ما هو قشرة كمان مرض، مرض جلدي في الرأس. فقد جاء في تفسير لفظ حداد في المنجد بأنه قشرة تتساقط من الرأس كالنخالة، أو داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع، وقد يعالجونه بالريق. بالريق يجيب ريق الإنسان يحط على الحداد إذا أصابت يده أو رجله أو رأسه أو لحيته، فيعالجونه بالريق. وفصيحها القوباء، هي مرض القوباء، أي أن الحداد مرض اسمه القوباء. وسواء قلنا أن الحداد هو قشرة في الرأس أو داء يؤدي إلى تقشر الجلد، فإنهما من المعايب الجسدية التي لا يجوز نسبتها إلى بدن المعصوم من آل محمد الذين خلقت الجنة من فاضل طينتهم، فكيف يصابون بالقشرة أو بداء يحز الجلد؟ بس نعرف بعضهم هذا الرواية. الرواية الأولى عن حمران، الرواية سندها صحيح، يعني بالأواخر عن ابن بكير عن حمران سنده صحيح، بس أحمد بن هودة هون يفهم إشكال الأولياء. هلا بالغض عن هذا، صحيح سندها أو ضعيف ما أنا. قال: قلت لأبي جعفر جعلت في ذاك إني قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان، يعني زنار، فيه 1000 دينار، وقد أعطيت الله عهدا أنني أنفقها ببابك دينارا أو دينارا، دينارا دينارا أو دينارا، في اشتباه باللفظ، أو تجيبني فيما أسألك عنه. فقال: يا حمران سل تجب ولا تبعها دنانيرك. فقلت: سألتك بقرابتك من رسول الله، أنت صاحب هذا الأمر والقائم به؟ قال: لا. قلت: فمن هو بأبي أنت وأمي؟ قلت: ذاك المشرف حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين عريض ما بين المنكبين، برأسه حداد وبوجهه أثر. هلا بيأتيكم كمان على مسألة الأثر. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية هم أيضا كمان عن زرارة عن حمران كمان من نفس الراوي. سألت أبا جعفر الإمام: أنت القائم؟ قال: ولدني رسول الله، أو أولدني رسول الله، وإني للطالب بالدم، ويفعل الله ما يشاء، ثم أعدت عليه. شوف في خربطة حتى في نص الرواية. ثم أعدت عليه فقال: قد عرفت حيث تذهب، صاحبك المبدح البطن، ثم الحذاذ برأسه ابن الأرواع، ابن الأرواع. طيب هل كلامنا نحن في الحذاذ برأسه؟ ثم الحذاذ برأسه، يعني ببعض رأسه. الرواية الثالثة عن أبي بصير قال: أبو جعفر، إمام أبو جعفر أو أبو عبد الله، قال: الشك من ابن عصام يا أبا محمد بالقائم على متان، شامة في رأسه وداء الحذاذ برأسه، شداء الحذاذ، وشامة بين كتفين من جانبه الأيسر تحت كتفين، ورقة مثل ورقة الآس، ابن ستة وابن خيرة الإمام. هذه ثلاث روايات تدل على مسألة الحذاذ في الرأس وجعلوه منقبة للإمام الحجة. شوفوا أنه في حتى خربطة واضطراب في نقل الرواية، يعني في بعض ألفاظ الرواية. العيب الرابع والعيب الخامس نذكره. العيب الرابع هو بوجهه أثر، كما نقلنا الرواية ذكرناها لكم.
الجزء 51 حيث روى صاحب البحار رواية منسوبة إلى الإمام أبي جعفر يعبد فيها الصفات البدنية لإمام الحجة فقال برأسه حزاز وبوجهه أثر تقرأ على نحوين كلمة أثر أثر وأثر حسب مراجعتي لقاموس ابن لسان العرب كلمة أثر في أثر وفي أثر أثر والأثر لغة هو ما بقي من رسم الشيء أو هو بقية الشيء لو قلنا بأنه أثر أثر يعني بتسكين الفاء وضم الهمزة أثر أثر إذا قرأناها أثر هو بقية الشيء إذا قرأناها أثر هو شنو ما بقي من رسم الشيء يعني بيكون في شيء بالوجه ثم يرفع فيبقى أثره واحد أكل ضربة مثلا احترق بيشفى من الحرق بيشفى من الضربة ولكن يبقى أثره هل بوجه الإمام أثر يعني كان إيك الضربة الإمام مثلا الأثر عليها مثلا ولا أنه يقصد بالرواية أنه في وجهي أثر يعني في وجهي علامة طيب ما هي إن قلنا بأن كلمة أثر بمعنى العلامة فيقول في وجهي علامة أو في وجهي شنو أثر وهي شامة فليش بده يقول أثر أو أثر أو ما شبه ذلك من هذه المعاني الإجمالية المتشابهة التي قد يأخذها الواحد على غير محمل يحملها على غير محملها وهذا التفسير الأول يعني إذا قرأناها على لفظ الأثر عام يعني معنى عام يشمل الأثر الحسن والقبيح وتعيين أحدهما لابد له من قرينة وإلا بقي المعنى مجملا ومتشابها يكون موردا للعمل به عند أصحاب النصوص المريضة زين. المعنى الخامس المعيب على الإمام الذي أعابوه على الإمام ضخم البطن كما جاء في البحار الجزء الأول كما قلنا لكم وأشرت إليكم وهذا معارض ومخالف لسيرة الأئمة الأطهار الذين دلت سيرتهم الطاهرة على أن بطونهم كانت ملساء خميصة وضخامة البطن سببه أمران إما المرض وإما النفخة أو التخمة وكلاهما منتفيان عن الأئمة الأطهار باعتبارهما خلاف الطهارة المادية التي يجب أن يتنزه أو يتحلى بها الذي يجب أن يتحلى بها المعصوم صلوات الله عليه وبما أوردناه على بعض الصفات البدنية الواردة في أخبار ضعيفة الدلالة واستندهم عليهم من حيث ورود صفات بدنية معيبة تخل بموازين العصمة في المعصوم وخلوه من المعايب الخلقية والخلقية وهنا لا بأس أن نذكر الأخبار الدالة على تعيين صفات البدنية الحقة مع التنويه والتنبيه إلى الصفات المعيبة نحيلها إلى الحلقة القادمة بإذن الله وإذن المولى المعظم الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى تمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا على الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد